حنان الغزواني، حنا سعيدين اليوم ضمن واحد اللقاء لدراسة بعض النقاط كالتحديات والإكراهات التي تواجه فئة المبدعة بهولندا. هذه الفئة اللي كتشتغل على واحد المنتوج له علاقة بالثقافة المغربية، وتم اليوم كذلك انطلاق شبكة لهذه المبدعين للإنصات واستلهام الخبرات فيما بعدنا البعض، وكذلك إن شاء الله تكون هي واحد جسر التواصل بين مبدعين في كل بقاع العالم. الهدف هو واحد، هو إبراز التنوع الثقافي الذي يزخر به بلدنا المغرب. Dus wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, uiteindelijk wie ben ik. En dat is een traject waar ik heel graag jongeren... إيمان سريفية، عندي مقاولة ديال إيمانس بيكري. شرفني اليوم نكون مع كريا إليميتيت اللي جمعت المقاولين المغاربة سواء المبتدئين أو لا اللي محترفين هنايا. كان واحد لقاء جميل بزاف اللي جذب بزاف حتى الهولنديين، وعجبهم المنتج ديال المغربي الحمد لله، وعرف بالمنتج المغربي سورتو كاينين منتجات جداد اللي ما عمرهم ما تطرحوا في السوق. بينوا المستوى ديال المبدع المغربي في ديار المهجر على ايش قد نقولها بحال الطريقه هذه. الحمد لله حتى الحلويات ديالنا لقات واحد الاقبال زوين، ولان واحد الجسر اللي ديال التواصل ما بين الاذواق المغربيه والهولندية، والحمد لله ما نقدر نقول غير أنني يشرفني أنني نشوف المغربي كيبدع ومازال كيبدع، وسيرتو المهاجر المغربي كيحاول أنه يعطي داك الطابع المغربي في ممشى، فهذا ما غير يشرفني أنايا والحمد لله، وتشرفنا بكم أنكم هنايا. I'm Faiza Belhaj and my company name is Lisaya Solutions, and I'm very proud to be here today at KPN in Rotterdam. I'm very proud to see all the Moroccan people really with beautiful companies and beautiful creative ideas. So yeah, really proud of my Morocco. Fokko Vijslaar, I'm from FNO NCW, that's the Employers Association in the Netherlands, comparable to the Moroccan CGEM, with which we have friendly ties and with which we work together in the Moroccan-Netherlands Dutch relationship. My impression of today is that I got confirmed what I strongly believe in, that is that we need entrepreneurship as a base for talent, as a base for solutions. Entrepreneurs have ideas, they have the capabilities, and bringing that together here today brings up new possibilities, new networks, new solutions, new entrepreneurship. And that is what inspires me today. And it's great to see that we have this Dutch-Moroccan entrepreneurs that are part of our economic strength and help the Netherlands to prosper, and help the relationship with Morocco to be strengthened so that we both gain from our economic ties. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.